بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وصلى الله على نبي الله رسول الله عبد الله النبي الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير شرفت لكم أنتم ناكسين والسيد عبد الرحمن ومرك نيد الله الله خياري وحان مانت إن شاء الله وكهل دونا غيب كمدا غيبة كمدا بوغيق عصوبة اللي هذا عصوبة مالك القرآن كبجرة انت هنسى يدين قلن بوغا إن شاء الله وانقلي دونا وحركة دي بدو لها يتمو وحاجرتان نين إنجليشها أما بريتشها ومارك تيين قرنقي اللي حيتمناد قري بوغ ليراهدو يوتوبيا بوغا يوتوبيا هذا إيريك يوتوبيا ماها يوتوبيا وي U-T-O-P-I-A يوتوبيا إيريك يوتوبيا وانجلي دونا معنيه إيسا إيريك عصبوها مارك تي تدكي يوروبيان كي وقت قاجري نكا يوروبيان كان واو ديدي أما نكا إنجليش كها بريتش كهو واو ديدي إنو دادكي وقت قاجري لقايب صدو إيريك ماشوكا كياني حسيه شيء وحسوق الجري ماركتي إنه يهيئن إري ماركتي جريجا أو مديه جريجوا إسرائيل جرين أيام معناها إن أي سوق سالو جري إريجان يوتوبيا معناه دو وحوي معناها مل برواقة وماركتي دول نبضيدا دتكو عينه دتكو كل يوم ماركتي دباتي شقاقي منه وحمونه كده حين وماركتي مل نبضة كجرتة وبرواقة oo xasiloon oo dadku ay wada siman yihiin faqri aan lahayn taajirna aan lahayn dadka dhan isku mid yihiin isla markaana wax kala sareeyaysan jirin meel macnaha wax dhiba uusan jirin meel wax dhiba uusan jirin weeyaan marka insha Allahu ta'ala ballinkan aan inta soo markii hore intaanan eriga idin gelin macnahiisa وهجاج نكم وكان وحلورنجري سير توماس مور بالورنجري سانيدي عربي انجليش بوها قرنك هي لحتونات ماركتي يونولا ونكا قري بوغا ومغادري ماركتي هدولي نيكون هي ومغادري يوتوبيا سانيريغا يوتوبيا دين شيغانا معناها waxa weeye macnaha waa meel xasiloon oo nabad oo maareeytay wax dhiba uusan ka jirin oo haduu ilaahay roo yahay iska nabad geliyaasan hor u carabaday ninkaasi hadaba maareeytay waa u diiday inuu haduu ilaahay roo yahay uu dadka la qaybsado meeshu ka keenay kadibna macnaha dad badan ba macnaha sheegay magciisa hadda in soo yaawan ka soconayna sheekadiisa dad badan ba sheegay macnaha inuu maareeyay ninkaasi haduu ilaahay idin roon yahay uu ahaa maareeyay nin saas uu ahaa oo macnaha nin de buuga qoray dadkana diiday inuu la qaybsado saan yar rabay hadaba waxaan tus doonaa ninkan yarigan Ethiopia meesha uu maanta ka keenay internetkan ka raadiyay haduu jiro wax taariikh ah wax ka hadla haba yaraatee macnaha ma jirin oo sheegaya ninkani meesha uu ka keenay eriga Ethiopia free ma sha Allah waxaan tagaynaa quraanka ayaynu tagaynaa haduu Ilaahay yiraahdo ma sha Allah okay كتاب القرآن كان واحد الروايات نكون هذا نذكره الصو ماشة ونن كان يكاني إريج يوتوبيا فريد وحنو تجي إن سورة الرعد آيات دا لاتن عينو دافنو سجالي لاتن سو واكن سورة الرعد آيات دا سجالي وماركتي لاتنات اللوح يري سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضوى لهم
وحسن مآب الله وحيري سبحانه وتعالى الذين آمنوا كو إلهي رسولك سرميي وعملوا الصالحات عمل صالح أو ناكسن السميستي طوى مارك تا إريقا طوى عنده إريقا مارك تا طوبى طوبى إريقا طوبى وحوي معنى هيدو يوتوبيا في رسالة هالكامر كلاي إريقا معنى وانا تسدونا معنى هيدا إريقا طوبى وحويا وحوي يوتوبيا في ري ننكا إنجليش كا أيدو حدي ويان أو كشيكتي إري ويسوق اللي فيه وحوكاني مركا لتفسير كا مركا نقص سيوضنا لوحل سبحانه وتعالى الذين آمنوا كو إلهي رسولك سرمية مؤمنين تها وعملوا الصالحات عمل صالحان الصميستي ضوبا وحاوسوا مناتي ويا في صوماليكا جنو جنو ويا في صوماليكا في صوماليكا أنه فريق أدفانس اللانجوج معها اللغة أدهر مرسل معها لكن إيري وحوي ضوبا وناج يا خير يا حريص يا جنة وصوناتي وي لهم وصوناتي يا وحسن مآب صون غشو ناكسن إلا واكي آية قرآن كي هاي مركي مصيبة الله نقول يا دب تذكر منين تقول دعوة حي راهدان وكو يراهدوا الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون إنا إنك لله إله ونصبنا إله ونله وإنا إليه راجعون إساقنا أمنا إنا مركا أول بإساقنا كنميد مركا لوحو الله سبحانه وتعالى وحسن المآب نقشوه ناكسن مركا ننكا مارك دي إنجليش كا إريغان بوكا كياني إريغان آين تصي يهورتي نيالا يوكا كياني أوكي ديكشنير مركا إنجليش كا محول لي إريغان وحول لي هي بليز بليز وحوي معناه دو ورحمة ينحريس ويان مركا لكن إريغو سيدي سبا وحوي معناها وضوبا ان واكن سكرين كي نيالا سكرين كي نيالا يفيريا ماركتي ان واكن هدو لهدين رويا حق بدح ديقيا يالا فيريا اريقا معناها اوكسفورد ديكشنيري وحاو كشي يغيو اريقا نينو يحي ضوبا معنى هدو ضوبا معنى هدو حوية يوتوبيا ما شاء الله ماركا اي نسيس عنا ماركا ان جوجل سيرجان كبحينا ماركا تكشنيريغا عربيغا محو كيري إريغا مركا تيرسادة وحوان احتصي مركا هالكم فيريا ترجمة لو معنى يوتوبيا ليلي في قاموس المعانية قاموس العربية إنجليزية فريد ترجمة ومعنى ترجمة دي معنى يوتوبيا إريغا يوتوبيا وي لصعودة هادا إن معناها سوغو ماركتي إن نسوق عربي نوانجلين دونا مركا إرقى يتوب وحوية مويري وحوية مركا ودوحوية وحوية معنى عف عربي وكشيغية كلها دبال فيري فيري تكشنيريغا تكشنيريه دي عربيغا إي تكشنيريه دي ووين وردان عدوغا تدك مسلمين تي عدوغا قرآن كايست إرقى الضوبة وحانا دين شيغة الله سبحانه وتعالى نقشيغة جنة فيري تكشنيريغو حكوير وحويري عالم الخيال فيري دي الدون خيالي كلها داي محو كلويري مدينة الفاضلة مقالة ضد مقالة معناها ترى بوسو دو مارك دي ميل ضد لقفة دليا أو ميل ضد لقفة دليا معناه هيدا مركا إن أوكي نسكي سي هوري وعربي جهانا وحنا نصايا معناها نسكي سي هوري هدول يدي رويا عربي جه معناه هي سو بحوياي عربيغا وحويهي أنا انتصو ماركا انجليش كوالا ركتين عربيغي سوليهي اوكي اوكي واكن وحويري وحويري ضوبا اوكي واسلام ومسلم نمدي ومركي دين تلفزريا وبليز بليز معناه الانجليزي كحويه ميل رحمه نحريس على جنادي اوكي كان واكن بليسنس ميل بركيسن اوكي و خو كلوي ضوبا وحويان بيوتيتودز ميل يدنا قروح بدن بليسنس هي ميل قروح بدن جود فورجن ميل وناكسن ضوبا و خو كلو كشيغي بين هابي ميل قروح بدن ميل وناكسن
hase yeeshee macnaha erigu waa erig wanaagsan marka waxa weeye macnaha waxaan rabay inaan tuso macnaha ninka ingiliishka eriga uu yiri anaa abuuray isagu muusan abuurin aayaddan qur-aanka ayuu ka keenay soo ma aragtid markale haddaan ku celiyo waa aayadda saddex iyo toban waxa weeye suuradda maaragtay suuradda racda suuradda unkudka oo ah suuradda raqam lambarkeedu yahay saddex iyo toban aayadduna ay tahay sagaal iyo labaatan hadduu ilaahdiin roo yahayna waxa weeye haddaan mar kale akhriyo waxa weeye acuudu billahi min ashaydaan rajiim alladiina aamanuu wacamilu saalixaati tuubaa lahum wa xusnu maaab alla wuxu uhi subxaana watacaala alladiina kuwii aamanuu allihi rasuulkiisa rumeeyey wacamilu saalixaati labadaas inta badan makala haraan haddaad ilaahay rumaysay rasuulkiisa camal saalixana waa inaad ku dartid camal saalixana sameeyey duubaa wanaag baa u sugnaaday weeye macnaha maaragtay iyo naxariis hase yeeshee erigani waxa weeye waa utopia erigan ingiriiska ayaan daba soconay lahum wanaaggaasi naxariistaas u sugnaatay iyo xusnu maab soo noqosho wanaagsan macnaha iyagoo muminiin jannadii galayan weye marka gaalada sidoodaba shaydaan baa madaxu ah shaydaanna ilaahay buu caasiyey subxaana watacaala kadib shaydaan insha allah casharada dheer baan ka sheekayn doonaay markii ilaahay cayriyey subxaana watacaala oo la yiri fakhruj minha innaka min asaakhiriin innaka min macnaha rajiim erigan rajiim waxa weeye waa kii la cayriyey macnaheedu waa kii la takooray waa kii laga saaray marka laga saaray waa kii ilaahay subxaana watacaala idir anigana waa duyada ii dir macnaha ilaa waqti waa lagu fidnayey isagii de wuxuu hallaynay wuxuu luminayaba marka waa kala diray marka shaydaanku awaadan buu ka weynaa wax alla waxa bila aadan firi dhalashadii ilmo aadan oo dhan buu ka horreeyey ilmo aadan uu ka damayn doonaa sidaa darteed adduunye jacaylku waa waxa ugu weyn ee uu ku duufsado dadka bila aadanka waana wuxuu ku gaaleeyey wuxuu ku gaaleeyey weeyaan oo maaragtay uu ku duufsaday sidaa darteed khayaal beena ayaa waxa u sheega uu yidhaahdaa adduunyada waxaynu ka samaysanaynaa utopian duuba yaan adduunyada ka samaysanaynaa buu ku yidhaahdaa macnaha dhul janna firi suuragalla ma aha shaydaanku waa khaayin beenaale uu ogyahay isagii wuxuu raacmayna cadaabka tegaya hase yeeshee kuwan uu khiyaamaa oo wuxuu ku yidhaahdaa maaragtay adduunkan janna ka samaysanaynaa jannaynu gelaynaa wax kastaynu helaynaa macnaha waa been iska cad marka gaalkaasi markuu buugaa qoray jasiirad macnaha wuxuu ka buug wuxuu ku saabsanaa maaragtay saan ka akhriyay buugga macnaha imaginary island jasiiradu malaawaanu iska samaystay firi aayadihii qur-aanka jannadu soo xaday aayadihii qur-aanka iyo kitaabka qur-aanka ka soo xaday magacii aayaddan qur-aanka hadda idiin sheegayana maaragtay hadduu ilaahay idiin rooyah maaragtay magacii ahaa duuba uu soo xaday magaciina kadibna buug buu ka qoray uu yiri bini aadanku meel saasaa duyada jirto oo lagu noolaa firi aayadihii qur-aanka alla subxaana watacaala uga sheekeynayay maaragtay jannata naciima jannaatin cadnin alla uuga sheekeynayey ayuu ninkana buug ka dhigay magacii qur-aankana uu keenay culimada islaamka maanta ma ka maqlaysid in erigan suurata racda ku jira duuba uu yahay buuggaa ninkaasi qoray uu u bixiyey utopia utopia saa idiin sheegay waa meel labada firi utopia af soomaaligeena iyo carabiga intaba waa janno weye macnaheed waa jannadi ilaahay jannadii buu u sheegay subxana watacala laakiin sheekh ka maqli maysid ninkaa buugga qoray been abuurka sameeyey iska sheegay magacaa inuu isagu abuuray uu sameeyey inuu qur-aanka ka keenay maaragtay qur-aanka ka keenay hadduu ilaahay idiin roon yahay maaragtay macnaha taasaan rabay maaragtay inaan hadduu ilaahay idiin roon yahay idin tuso marka maasha allah firi macnaha gaaladan bilmatalan gaal kale oo isagana waxaa jiri jiray ninkaa kale kusoo dhawaaday waqtigiisa oo la oran jiray nostradamus nostradamus waxyaalo badan buu saadaaliyey waxyaalo badan buu sheegay iyadana cilmi baaris aan baari waxaan ku ogaaday ninkaasi inuu ahaa khaa-in kale wuxuu sameeyey axaadiistii nebiga sala allahu caleyhi wasalam ee akhirusamaankii akhirusamaan ka hadlayey ayuu soo qaaday uu jarjaray waxbuu ka sheegsheegay dhammaantood macnaha tiira hadda kulli macnaha axaadiistii nebiga sala allahu caleyhi wasalam ayuu maaragtay soo jarjaray uu ka dhigay sidii maaragtay isagoo sameeyey oo kale sidii maaragtay hadduu ilaahay idiin roon yahay maaragtay isagoo abuuray oo kale marka waxa weeye macnaha
waxa weeye macnaha ma aragtay dhamaantood nimankani waa beenaaliyaal beenaaliyaal weeye saan idin sheegana ninkaasi magaca uu yabuuga uu qoray 200 oo sano ka hor uu bixiyey Ethiopia waa aayad qur-aana oo uu been ka samaystay taasi taasi ahayd marka hadda insha allahu tacaala waxaan kaloo hadda gelaynaa buuggii baan gelaynaa haduu ilaahay yidhaahdo maanta waxaan rabaa xarafka ha inaad maaragtay sharxaada ila aragtaan haduu ilaahay yidhaahdo maaragtay buuggana waxa weeye saan hore ku sheegay buuggayga soomaaliga qur-aanka ku jira yaan gelaynaa insha allahu tacaala fariin maanta waxaan ka hadlaynaa markaasaanidii carabaaday xarafka ha baan ka hadlaynaa aayadda ugu horeysan soo qaadanayna waxa weeye ereyga haman fariin akhyaarid saad ogtihiin ummadahan adduunka nool hadday carab iyo afrikaan iyo ummado kale yihiinba cid la baxda magacan haman ina haba yaraatee ma jirto waqtigan hadda ah aan ka ahayn faraacintii hore faraacintii hore la bixi jiray haamaanna wuxuu ahaa wasiirkii koowaad hawlfuliyihii la taliyihii ugu weynaa jarnaalkii ugu weynaa ee gaalkii fircoon cajaayib 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 marka hase yeeshee saan carabaaway ummadahan hadda macnaha ummadahan jira wax haamaan iyo ma jirto ummadda keliya magacan isticmaali jirtay haamaan waxa weeye faraacintii hore haamaan wuxuu ahaa la taliyaha fircoon hase yeeshee macnaha haamaan waa magac soomaaliya soomaaliduna waxaan u naqaanaa sidaan ka arki doono casharka fariin marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi acuudu billaahi min ashaydaan rajiim faltaqadahu aala fircawna liyakuuna lahum caduwan waxasana ina fircawna wahaamaana wajunuuduhumaa kaanuu khaadiciin alla wuxuu yihi subxaana watacaala waa nebi muuse waa kii ilaahay u waxyooday ku yidhi cunugii nebi muuse ahaa cabsi ay ugu cabsanaysa gaalka fircoon ahaa dartii waa kii layidhi webiga ku rid haddaba alla wuxuu yihi subxaana watacaala markii hooyadii webiga ku riday kadib waa tii walaashtiina dhinac socotay alla wuxuu subxaana watacaala faltaqadahu fiir eriga fiir faltaqadahu soomaali buu soo dhowyahay waxaa qaata weeye laakiin buugga kumaan darin laakiin aduu iska fiiri faltaqadahu waxaan qaatay nebi muuse weye calayhi salaam markuu ilmaha yarhaa ee webiga lagu riday qoyskii fircoon isagoo u noqon doona cadow iyo murug liyakuuna lahum caduwan waxasana cadow iyo murug isagoo ku noqon doona iyagu may ogeyn laakiin alla wuxuu ogaa subxaana watacaala kadibna alla wuxuu yihi subxaana watacaala ina fircoona gaalkii fircoon ahaa wa haamaana iyo wasiirkiisa koowaad ra-iisul wasaarihiisa ama jarnaalkiisa ee fircoon ahaa iyo wa junuudahumaa labadaa gaal askartooda kaanuu waxay ahaayeen khaadiciina kuwa gafay oo dembiilayaala dembiilayaal bay ahaayeen erigan daba socnaana waa haamaan markaas saan idiin carabaabay bal fiiriya haamaan waxay soomaalidu taqaano tusaalaha eriga haamaan iyo isticmaalkiisa haamaan waa wasiirkii gaalkii weynaa ee fircoon ama ra-iisul wasaarihiisa ama jarnaalkiisa aduu ofishiyaalkiisa madaxdiisa waa kagu sarreeya la yidhaahdaa luuqadda af soomaaligana waxaa loo yaqaanaa eriga magaca haamaan qofka iimaan kala ee wuxuu arkaba doonaya inuu liqo qofka halaaga badan masiibadaa amaba raba waxalla wuxuu arkaba inuu qaato waxaa kaloo haamaan loo yaqaanaa ruuxa damaca badan ee saaqidka ah waa af soomaaligeenna waqtigan hadda macnaha waxaan u naqaanaa qof iimaan la qof dilaaya qof aan nixin qof dadka dhaca qof umadda billiqaysta deen qof guban oo shidan baynu u naqaanaa fiiri ninkaasna magiciisaasuu ahaa wuuna ku sifoobay fariid tusaale haddaan ka bixiyaana waxa weeye ninkaasi waa haamaan ee iska jira qofka macnaha aan la aaminin ee maaragtay damaca weynle ee wax kastaoo kasoo horbaxa doonaya inuu dhibaateeyo uu ku sameeyo waxaanu idhaahnaa waa haamaan ee iska jira fariid eriga labaad aan ka hadlaynaa maanta waxa weeye isagana isla xarafka ha baan ku jirnaa maanta xarafka
erey macnaha xarafka ha baan aad iyo aad iga yaabi waxyaabaan ka helay waxa weeye erey hadimu fariid waxaan tegaynaa suuratu daaha suurada 20aad ee quraanka aayadda 112aad alla wuxuu yiri subxaanahu watacaala acuudu billaahi min ashaydaani rajiim waman yacmal min asaalixaati wahuwa muminun falaa yakhaafu dulman walaa hadma alla wuxuu yiri subxaanahu watacaala maalinka yowmal qiyaamo alla ka hadlayay raxmaanku wuxuu yiri waman yacmal qofkii sameeya min asaalixaati wuxuu wanaagsanaa sameeya camalkii saalixaadka macnaha qofka sameeya wahuwa muminun isagoo markiisii horena muumin ahaa qofkaas isagoo muumin u camal saalixaad sameeyey kadib maalinka qiyaamaha maxaa dhacaya alla wuxuu yiri subxaanahu watacaala falaa yakhaafu kama boqo qofkaasi dulman ila dulmiyaaba yaraatee walaa hadman firi walaa hadman hadimu hadimu wey saanadiisan hore idinku carabaabay macnaha maaragtay buuggayga qaab waxaa jira aan u qorayo erye waxaa jira aan isqaabilsanayn sida halkan oo kale fiiriya tusaale ahaan xarafka da waxaan ku bedelay ereyada aysan soomaaliga lahayn ee ah do dod do iyo zeel saddexda erey waxaan ku bedelay da sidaa darteed qur-aanka erey kasta oo ku jira oo saddexdaa xaraf ka bilowda wuxuu noqonayaa da sidoo kalena xarafka tha iyo za iyo saad waxaan ku bedelay siin waayo luqadeenu ma lahan xarfan carabiga sidoo kalena xaraf kastoo carabiga qur-aan ku jira oo ka bilowda qoyin waxaan ku bedelay qaaf waayo ma laha luqadeenu eryadaas saa ula socda markaad isku bedelka markaad samaysid macnaha maaragtay substitution ama language ama letters conversion waxa luqada ingiriiska lagu yirahdo eryada markaad isku bedesho macnihii sidiisa kuusoo baxaya ereyadaasi yayna macnaha si kale idinla noqonin soomaaliga waynu leenahay ereyada isku bedelka ereyada ingiriiska lagu yiraahdo substitute macnaha letter isku bedelka ereyada af soomaaliga waynu leenahay tusaale ahaan waxaa ka mid a soomaaliya ariga meele waxaa lagu yaqaanaa ari meelena waxaa lagu yaqaanaa ari fiiri dhacdii baa lagu bedelay ra haddana ra'dii baa lagu bedelay dha marka ereyadan soomaaligeena ayaynu hadda leenahayba waa ereyadan mucjisada ayaan qur-aan ka helay macnaha ari soomaalida qaar tiraahdo kuwa kale la yiraahdaan ari sidoo kale soomaalidu xarfaha dha iyo ra way isku bedeshaa marmar maaragtay oo dee qoloba sibay u tiraahda laakiin inagu qofku hadduu yiraahdo ari iyo hadduu yiraahdo ari waynu fahmaynaa sidoo kale maxaa tidhi iyo maxaa tiri waa ra'dii iyo dhacdii oo haddana laysku bedelay ereye saasoo waxaa jira maaragtay aad iyo aad u fara badan soomaaliga oo aynu isku bedelno letter substitution baa ingiriiska la yiraahdaa macnaha ama interchangeable letters ereye maaragtay laysku bedelo oo kale marka anoo taa adeegsanaya ayaan macnaha waxaan sameeyey xarafka do aan dhehay xarafka dood ayaan waxaan u bedelay da waa sida xusuusta hadda waa arigii iyo erigii oo kale ari iyo ari iri ari iyo ari markaan isku bedelay waa kan marka daadkii markaan deel meeshii sii geliyey maxaa soo baxay hadimu hadimu waa dhib macnaheena waan tusi doonaa marka tafsiirkeeda kale haddaan tafsiirka sii wato waa lagu xiri subxaanahu watacaala ruuxii wanaag sameeya isagoo rumeeyo muumin ah kama cabsado dulmi iyo hadimu macnaha sida kalena waxa weeye waxyeelo in laga nusqaamiyo macnaha maalinka camalkii iyo adduunyada ku samaysta midna macnaha dhib iyo maaragtay nusqaamin midna uma timaado fariid eriga hadimu tusaalaha eriga hadimu iyo isticmaalkiisa hadimu waa waxyeelo qof loo goysto sida miisaanka oo laga nusqaamiyo war qofka hadimo badanaa ama tuug ba macnaha saasoo kale ah miisaanka laga nusqaamiyo ama dhib kaleoo loo geysto qofka hadimo badanaa qofku saasay tahay suugaanta soomaalidana way ku badan tahay hadimada macnaha de eriga hadimo aad bay uga hadlaan tusaale ahaan qofkaasi waa ruux hadimo amaba waxyeelo badan fariid marka bal aan tuso erigu maaragtay hadman inuu yahay hadimo ama waxyeelo fariid waa kan marka maaragtay
أريج واكن هذا من السوق العربية وقرآن كمركوية قرآن قرآني كمعناه خصوصا هذا الكلمات القرآنية في العربية وحوي معناها كلمات العربية القديمية وعربي هروية عربة هذا واكويري هي بوفسي صعدان مركب في الصدى إن هذا من وحوي إنجليز كفيرية ونسقامين وي سوماليتي وحويا جيرين أما جيتين لاسر دان ودسدو معناها ميسان كيف يلقان نسقامي وي هذا نسو قابيو إن هذا من هذا نم عنا كل وحوي ديبريفيشن فير هذا يا ونسقامين أما با دلمن أما با هديمو سوماليتي معناها مركا إرقي هديمو وكا ما شاء الله إرقا كلام ده بصعنا وحوي وحوي هلاك هلاك وي سجنا اللوح يري سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ويحيى عن بينة وإن الله للسميع العليم أريقا واحد بس عني هلاك الله وحده سبحانه وتعالى خصوصا مركز قصر نيدان دين عوده دوحدا ودقال كي قصوة البدر بالغشة كينا يمعنا قالتنا هيد دين عفو صفر كنا إذن كوسي وصفر كي معنا دقال كي قصرة البدر دقال كي مسلمين تي رسولك بالله صلى الله عليه وسلم دقال كي قوره وقونا خير كبتنا ويان إذن كوسي هداد بلنتان واتكو خلاف الهيدين بلنكا معناه ده ماشى كل من الهيدين معناه مو أتكتب لي على إنساس وكلا إيه بس فلي إنه حكومة أمره فلي إن عدي هلاجمي أي سعد وهلاجمتو عدي نورانا أي سعد ونوراتو بنا وحول بمغلي وحول بنا وجي سبحان الله مركا إيرج عند بس عن هلاجوي مركا إيرج هلاج وات غنان وحوك سيف وجن ما يوان كسر عليا aan ariga kan waxa weeye arigan kale waxa weeye waa Muhammad weeyaan waa Nabi Yusuf haweenaydi macnaheedu Alla ka sheekeynaya subhanahu wa ta'ala Alla wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala walaqad hammad bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbihi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha إنه من عبادنا المخلصين الله وحده سبحانه وتعالى فصيراد آيد وحوي ويهمدي إساقنا الضونتي إسنو همي طبعا نووني يستوي معناها يضع معناها وهمي ويني موسى عليه السلام هدونا أركي لهاين برهانتي عديد حق الله بقوتي من سبحانه وتعالى معناه هذا ساسانا الله وحده سبحانه وتعالى ساسانا قول لي حني حمانتا إيو فول حمضة إلا إن وحو كمدي هاي أدومها نجع الله دورتي معناها من الخالصين وأدوم إلهي دورتي مركا إلهي بكبد باديوي معناها حمانتها سويا مركا يعني إرجع همينا وحوي همي وحوي معناها في صمارجة أو واحد دونتيد إناد سميسيد أما بعد نيسيد وكا تصالحان وطوبة كينك الله سبحانه وتعالى دونستر اللي أنشيسة يجنة النعيمة وإنا النقطو هميجا مسلمين تا ما شاء الله ان ارغن كلنا وحويه هين ان ايدنا وحويه معناها سوره المريم ويه وحنا كش دبا سكنا ارغا هين الله وحده سبحانه وتعالى قال كذلك معناها ان وحويه ان ماركتي ملائكتي با كتري قال كذلك سيدا قال وحي معناها قال كذلك سيدا قال وحي يري كذلك قال رب
ملائكتي بقول معناها قال كذلك ساسو كلا قال ربك أيو مارك ربك ويري هو علي هين أنا جا وايد بيري هين بويهي معناها وعلمه ويان علمه دلني هو علي هين أنا الله وايد بيرتيه سبحانه وتعالى معناها النبي سكريا جعل الله ينوي هاي سوى الله اللي النبي سكريا لو يحر سبحانه وتعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا عظم وحبا هاينا قران كوا ابوري معناها النبي سكريا اسلام لبوا وين بي هاين كدي واكو الله كبر كدي واكي ويلكي النبي حي لو بشاري والله يحر سبحانه وتعالى وقف فور لو سميه ماها مركا النبي ارنتي واكا يريا بيس كدبنا لو خله سبحانه وتعالى وحو كيري ارنتي وا سداس ان وحونه بيري استغى الله سبحانه وتعالى هين بيوت معناه هو ودي بيرتahay ابورستي انو علوغا ابورو ايدنكا ابورا ديك اسلامتادا او ويناتي اسلام مركان مدليسا يادو اودو وينو غوبيا ساسون له هو ابورا سبحانه وتعالى سؤال ارغا هين يستعان كيسا ارغا هين معنيسو واه اد سهلن اما فودو او اد قبتيد اما بسي اون ولا دقنتيد وها كلو اب سومالي لو يقانا اوركا ادو معنسن ee aan dibka lahayn erigaayeen baa daba socon macnaha waa wax ku dhibiyar macnaha tusaale ahaan sentence sidaan gelino erigan buuga markasta tusaale ku jiray waayo erigii aan sharaxay erigaasalkiisu waa carabi hadii waxa weeye hadii aan Soomaali sentence ka ama marka la giriyo ma aragtay sadar Soomaali marka la giriyo hadii aan macna sameeyin Soomaali ma aha marka waa inaan macna sentence galiyo sadar galiyo kadibna luqad Soomaali ah akhriyan kadibna markaas aad u sii fahmisaa fiirso marka hada erigii hayinkii tusaale awrkaasi wali waa layri aan hayin ahayn macnaha Soomaaligti waa awr wuxu weyn u dhib yaray ma macnaha Allahu musta'an kana waxa weeye hudud weeyaan Nabi Muuse ee Nabi Suleyman (alayhi salaam) markuu ciidankiisii baaray wuxuu ogaaday inuu hududkii maqan yahay kadibna waa ka yiri hududkii aaway marka kadib markuu baaray ciidankii hududkii buu waayay kadib Nabi Muuse wuxuu yiri نبي سليمان عليه السلام وحيري فقال وحيري ما لي لا لا رأى محاد عيانو أركلاهي أنو أركلاهي ما رأى الهدهدة هدهد كم حانو أركلاهي أم كان من الغائبين مصوحو كم دي يكو غائب كي ما رأى مغانا يلوهي مركبه هدهد وي وشمبرته هدهد كوي وانا الصومالي وعصاص وكلم معناها مركا غيب تايربان ما رأيتي لشير قريمان تا وقصاب سنين ما رأيتي حرف كها إن شاء الله تعالى مرض كلنا وحرجينا يا دولة هي هذا ما ركتينا تريك كلا بدن هذه صورة شو إن ما ركتي يعني أنا إذا لنا قيب صدق أو ما ركتي ساسو كلام كسي ودنا إن شاء الله تعالى إن هو بدن وحرجينا ما ركتي إن سو إن سمعنا إن مركل هذا كنا والله خياره وحوي إن كتاب القرآن كا برشي وبارس ده هذا بهي هاي حلو بهي ما ركتي in dadku bartaan macnaheysa la barto tafsiirkiisa la barto af Soomaali badan baa ku jiro hadii macnaha qofku diyaar u yahay inuu wax weeyaa macnaha Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala quraanka barashadiisa waa nabi yareeyay ma jirtaan dadku waan sameeyay marka waxaan jeenayaa ma aragtay dadku kitaab quraanka aad bartaan oo halkaana aad iyo aad uga faa'iideystaan hadii Ilaahay ilaahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi